مع بداية هذه الحلقة غرد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز على حسابه في تويتر بواحدة من التغريدات اللي حقيقة تشعرنا بكثير من الفخر، يعني أولا في الإعلام السعودي وثانيا في قناة روتانا خليجية، وبنعرض التغريدة أمامكم الآن. وفيها إحصائية لعدد مشاهدات حسابات القنوات على اليوتيوب، القناة روتانا خليجية تحصد المركز الأول في مشاهدات اليوتيوب بفارق كبير جدا، وصل إلى 7.2 مليار مشاهدة على اليوتيوب. بلا شك أنه هذا واحد من التميزات الكبيرة جدا. المركز الثاني كان 6.6 مليار، وبقية المراكز لحسابات القنوات العربية على اليوتيوب كما تشاهدون حقيقة أنه يعني إحصائية كبيرة جدا نفاخر فيها كثيرا، ورقم كبير يعكس مستوى المشاهدة العالي جدا. هذا النجاح يسجل أولا باسم الإعلام السعودي، ويسجل باسم روتانا خليجية. الشكر والتحية إلى كل المشاهدين الكرام الذين صنعوا هذا التفوق العربي وهذا التميز وهذه المشاهدات العالية. أكثر من 7 مليار مشاهدة بلا شك هو واحد من الأرقام الكبيرة جدا، واللي تعكس مدى الحضور العالي اليوم، ويعني الطرح الكبير اللي يطرح من خلال شاشة روتانا خليجية. 3 نقاط سريعة في هذا الموضوع. أولا كل الشكر والتحية والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز على دعمه، على اهتمامه، على رعايته، على عنايته، على توجيهاته المستمرة بأن يكون الحضور الإعلامي دائما في أرقى وفي أكبر وفي أجمل حالاته. ثانيا شكرا حقيقة لكل المسؤولين الذين يتولون المسؤولية الأولى في قناة روتانا خليجية، كثير من الأسماء اللي عشنا معهم، وفي قدمتهم اليوم الأستاذ القدير عبد الله الشبانة، وهذه كلمة حق وعدل وإنصاف. شكرا أيضا لفرق عمل البرامج الموجودة في قناة روتانا خليجية بلا استثناء، رؤساء تحرير، مذيعين، معدين، مراسلين، فريق إخراج، فريق فني، الكل شريك في صناعة هذا النجاح. أكرر وأقول إنه هذا النجاح يجير بالدرجة الأولى إلى الإعلام السعودي وتفوقه على مستوى العالم العربي في هذا العدد الكبير من المشاهدات، وحتى في أكثر من قناة موجودة، يعني هي من القنوات السعودية يعني كانت تتنافس في الوصول إلى مراكز أولى، وثانيا يجير إلى قناة روتانا خليجية. وكلنا فخر بمثل هذه الإحصائية، وإن شاء الله أن المستقبل يحمل الكثير من النجاحات، الكثير من التقدم الإعلامي الجيد. ونتمنى دائما وأبدا أن نقدم عبر شاشة هذه القناة ما يليق بهذا الوطن الكبير، ما يليق بمجتمعنا، ما يليق بالمشاهد الذي دائما وأبدا ينتظر أن تقدم له الشاشة ما يستحق وقته الذي يقضيه أمامها. فخورين جدا بهذا التفوق، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات. بهذا الخبر الجميل نختم هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحوا على خير.